أكد أهالي مديرية الذباب دعمهم ومساندتهم القوات المشتركة بالرجال حتى تحقيق النصر على الميليشيات الحوثي. وترحم المشاركون في الاحتفال الذي نظم بمناسبة أعياد الثورة اليمنية 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر على أرواح الشهداء من الأشقاء الإماراتيين الذين ضحوا بفلذات أكبادهم من أجل تحرير اليمن من الحوثيين. وندد الحاضرون بمواصلة ميليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن خروقاتها اليومية وجرائمها المستمرة في قصف واستهداف منازل المواطنين وممتلكاتهم.